الطرق التانية للتحويل قلنا من الطرق المشهورة جدا دوب تو سترينج بعد اسم متغير. يعني مثلا ممكن اجي كده بدل البي ده هنا اقول بي دوت تو سترينج، ودي مش موجودة غير مع السترينج، بس مش موجودة غير مع السترينج لان بيتحول كتير، فدايما بيبقى مختصر دوت تو سترينج على طول بشكل ايه؟ بشكل مباشر، وهتلاقي مع كل اللي حتى الكلاسز اللي احنا بنعملها. خلاص؟ بتطبع كلام كده عن الاوبجكت وعن الكلاس، يعني اي كلام يعني، بس المهم تحوله الى نص، تكتب عنه اي نص. خلاص؟ طيب على العموم دي موجوده في الاساس تحت، هتلاقي مع كله. واحد يقول طب ازاي اتحطت مع كله؟ افهمه الحته دي بسهوله جدا عشان يبقى عارفها ليها استفاده عندنا او ليها معنى عندنا. هي موجوده جوه كلاس اسمه اوبجكت. هي موجوده جوه كلاس اسمه اوبجكت. هم بيعملوا الموضوع ده، عملوا كلاس اسمه اوبجكت وحطوا جواه حاجه دوت تو ايه، حاجه اسمها دوت تو ايه، دوت تو سترينج. واي حاجه بتتعمل اوتوماتيك بتبقى ورثه، يعني فيرشوال كده ورثه بشكل افتراضي من الاوبجكت ده اوتوماتيك. فبتلاقي فيها الميثودز الاساسيه اللي هي كلمه دوت تو سترينج، وفي شويه حاجات ثانيه. ثلاث اربع ميثودز كده هتلاقيهم موجودين دايما في كل حاجه. ليه؟ لان هم اصلا جايين من الاساس اللي اسمه ايه؟ الاساس اللي اسمه اوبجكت، اللي هو مفترض اساس البرمجه. يعني احنا لو تخيلنا كده ان لازم كل حاجه يكون ليها حاجه جايه منها، صح ولا لا؟ يعني كل واحد فينا هتلاقي في حد جاي منه، في حد فوقيه جاي منه، حد فوقيه جاي، صح ولا لا؟ ده الطبيعي. بس اكيد برضو في الاخر في البناء الهرمي ده، كل ما الاقي واحد ليه اب منه واحد ليه اب منه، غصبا في الاخر اكيد في الاخر هوصل لايه؟ النهاية. وفي واحد فقط هو اللي هيبقى طالع منه كل الايه؟ كل الحاجات دي كلها. خلاص؟ ايه؟ خوف. اوبجكت. اللي هو الراس هنا بقى مين؟ الاوبجكت اللي هو اصلا فيه ليه الخمس او الاربع او خمس ايه؟ ميثودز دول اللي فيهم دوت تو سترينج. عشان كده تلاقي كل الباقي بتلاقي فيه دوت تو ايه؟ سترينج. في الحقيقه انت ما تلاقيش فيه دوت تو سترينج بس، بتلاقي فيه بعض الحاجات الايه؟ بعض الحاجات الثانيه اللي هم دول، اللي هو جيت هاش كود وجيت تايب وجيت تايب كود ودوت تو سترينج وايكوالز، دول هتلاقيهم كلهم موجودين. حاجات اساسيه ما بين الانواع كلها. وعشان كده محطوطه في الاساس اللي هو اسمه اوبجكت. بس هم كلهم لكل واحد منهم ليه وظيفه، بس انا مش عايز اخش في وظيفه كل واحد عشان ما نقعدش يعني نتفرع. لكن شوفنا دوت تو سترينج اي نوع نقدر نحوله لنص. خلاص؟ في دوت ايكوالز. ايكوالز دي بتعمل ايه؟ قال لك عشان لو هقارن نوع بنوع فيقول لك هو زيه ولا مش زيه مثلا. فدي حاجات اساسيه موجوده في اي ايه؟ في اي نوع من الانواع. خلاص؟ هي مش بيان يا ابني. لا جاي معلش بقى احنا ايه؟ طيب دي طريقه من الطرق المهمه جدا، الطرق اللي هي انا اعتقد هي من اهم الطرق اللي احنا ممكن نحول بيها. طريقه الكاست بتاعها بيبقى عباره عن قوسين كده، وبتكتب النوع اللي انت عايز تحوله. بكتب هنا كلمه بايت، فكده بقى معناها ايه؟ شايف القوسين دول؟ معناها اللي على يمين القوس ايا كان ايه هو، اللي على يمين القوس يتحول الى النوع اللي ما بين القوسين، يتحول الى النوع اللي ما بين ايا كان ايه هو. بس خلاص، ده تحويل بسيط جدا وجميل جدا، مفيش اكواد. ده القوسين اكتب النوع اللي انت عايز تحول له، اللي انت عايز تحول له. خلاص؟ يبقى كده الاس هتحول الى بايت تحط جوه البي، مش مشكله. تحط جوه البي دي بفعل يساوي، مش بفعل القوسين. خلاص كده؟ طيب والميزه بتاعت القوسين هنا ايه؟ ان انت بتكتب ما بين القوسين النوع اللي انت عايز تحول له. طب ما كده فتحت معايا على الاخر، ان انا ممكن اكتب هنا اي ايه؟ اي نوع. فانا ممكن اكتب مثلا لو انا عندي ستودنت ممكن اكتب ايه؟ لو انا عندي ستودنت ممكن اكتب ستودنت. فكده عايز احول الاس الى ستودنت واحطه جوه البي. طبعا هو بيعترض يقول لي ولا البي ستودنت ولا الاس ستودنت، ما علينا يعني. بس انا عايز اقول هنا فتح معاك انك تحدد الانواع اللي على كيفك. خلاص كده؟ ما بقاش بقى العمليه مرتبطه بكلمه كونفيرت دوت تو الحاجه اللي موجوده، لا، حط قوسين وحول الى النوع اللي انت عاوزه. حلو. بعد ما خدنا الشوط ده في عمليات الكونفيرت، كان لينا كلام مع الكونفيرت ما بين الكلاسز، كونفيرت في الكلاسز.
اه لو بيس انت ماشي. لا اه يعني لو الجيت كانت مثلا سترينج وانا جبت كده النوع هي مش هيعمل ايرور خالص. لا يعمل ايرور لو النوع، احنا خدنا بالنا يعني. زميلنا بيسال سؤال جميل جدا بيقول ايه؟ لو انا دلوقتي طبعا هو لازم النوع المحول اللي هو زي كلمه سيرت، كلمه بايت او كلمه شورت اللي هنكتبها بين قوسين، لازم الطرف اللي على الشمال يكون من نفس النوع، لان انا بحول اللي على اليمين عشان يتحط في اللي على حد محترم على دي. كلام جميل قوي. فلازم ده يكون متوافق مع النوع اللي علينا. بس لا مش بس، بدليل لو انا جيت عملت هنا، عملت هنا بايت، فهو ما زال ممكن يضرب، انه هو هيضرب فعلا، انه هيجي ياخد الاس ام 300 يجي يحطها جوه البي مش هيقدر، هيعديها هيلاقيها اوفر فلو فيضرب. فهنا ما يجيش واحد يقول لي لو انا حطيت الاس اللي هي شايله 300 وعملت لها كونفرت جوه ستودنت، ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. اقول لا، ما هو في الكود هيقول لك انت حولتها بايدك وعارف انك هتحولها، خلاص ماشي. بس اثناء الران تايم هيضرب، هيقول لك احول اللي هو احول ازاي؟ ازاي احط 300 جوه الاي دي والنيم احطها فين وايه وازاي؟ مش هيعرف. مش ايه؟ مش هيعرف. خلاص كده مش هيعرف 300 اساسا هتحط فين؟ ان حاجه؟ الا لو انت تقصد ان ال 300 تتحط جوه الاي دي. وساعتها هتضطر تعمل ميثود امتى؟ ميثود انت اللي تعملها جوه الكلاس بتاعك، هي اللي بتكونفرت الرقم اللي بيجي ايا كان هو الرقم وتحوله الى ايه؟ الى اي دي او الى سالري او يبقى انت يدوي بقى. يبقى انت هنا يدوي، اللي بتاخد دي تحطها هنا واللي بتاخد دي تحطها هنا. لكن اللي بتكونفرت بتكونفرت لا ما ينفعش. انت لو شويه انواع البيانات تنفع تتحط تتطابق، تنفع تت ايه؟ تتطابق. طيب نرجع هنا اللي خلانا نعيد شرح الجزئيه دي بتاعه الكونفرت، لان هي كانتش متغطيه من وجهه نظري كويس في السلايدز، فاضطريت ارجع اجيب فيها شويه معلومات اساسيه عشان لما اجي اكلمك في المثال اللي هو بيقوله هنا. انا كل الشوط ده خدته عشان اوضح لك الحته دي والله. كل اللي انا عملته كله عشان اوضح لك الايه الحته اللي انا معلم عليها دي. بس بص بقى معايا عليها عشان تفهمها كويس. عملت كلاس اسمه بي، طبعا هو بيدي بي وايه هنا اي كلام عشان يقول لك ده الكلام ده عام. خلاص كلاس اسمه بي، بي بتساوي نيو بي، حلو قوي. وايه ايه بتساوي المفروض نيو ايه؟ قال لك لا، قال لك بتساوي بي. هيضرب ليه؟ هيقول لازم تكونفرتها الى ايه؟ دول خلاص حولها، اعمل لها كونفرت الى مين؟ الى ايه؟ ينفع؟ في كلاس وارث من كلاس، لازم نفهم المفهوم الاساسي. ما انا والله لسه بس هتشرب كمان شويه. اعمل لها ايه طيب؟ انا ما شغلوش بعد ما الجهاز فصل. ماشي يا عم، ما خلاص خلاص. طيب كنا بنقول ايه؟ اه هل ينفع كونفرت؟ انا عندي كلاس A وكلاس B، كلاس B وارث من كلاس A. انا طبعا بقول A وB على اي حاجه وارث من اي حاجه، عشان كان ده بيتطبق على اي انواع او على اي تفكير. كلاس B وارث من كلاس A. السؤال هنا، هل ينفع اخليهم يحولوا لبعض؟ هل ينفع اخليهم يحولوا لبعض؟ تعال نبص بصايه. هلاقي ان الاب يقدر يستحمل الابن، لكن الابن ما يقدرش يستحمل الاب. بمعنى بالظبط، بمعنى ان الاب الكلاس السوبر يقدر يستوعب الكلاس السب، الكلاس السب ما يقدرش يستوعب الكلاس السوبر. مع ان تفكيرك مفترض يبقى العكس، مفترض يبقى تفكيرك عكس. ليه؟ لان لو افترضنا ان الاب عنده اثنين ميثود، واحده واثنين، واحد واثنين، والابن عنده ثلاثه واربعه، يبقى الابن عنده كام واحده؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه، لانه وارث من الاب واحد واثنين، يبقى عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه، صح كده؟ فالمفترض ان انا لما اجي احط الاب جوه الابن يقبل، بس ما بيحصلش. ان هو اجي الاب احطه جوه الابن فيحط واحد واثنين وثلاثه واربعه يبقوا فاضيين او مش متجهزين او اي حاجه. لكن اللي بينفع العكس ايه هو؟ ان انا عندي ابن في واحد واثنين وثلاثه واربعه،
اقدر احطه وكونفرت جوه الاب، فياخد كل المعلومات والبيانات الاساسيه اللي خاصه بالواحد واثنين ويحطهم جوه مين؟ جوه الاب. اما ثلاثه واربعه خلاص استبعدهم لانهم مش مكان عندي. هو ده الفعل اللي هو بيقوم بيه، هذا الفعل الفاشل الذي يقوم به. خلاص كده؟ يبقى انا عملت ايه؟ عندي كلاس بي، بي بتساوي نيو بي. كلاس ايه؟ قلت له خد من البي. البي ده الاب، عنده شويه بيانات وعنده شويه معلومات، حاجات متخزنه كده وممكن تكون ارقام واسماء ومش عارف ايه وكلام من كلها تتصب وتتحط جوه الايه؟ عادي جدا، بس الواحد واثنين، لكن ثلاثه واربعه مش ايه؟ خلاص عمل لهم سكيب. انا هستفيد ايه لما احاول بيه ولا ايه؟ هتستفيد ايه؟ كتير. زي زميلنا بيقول ماشي انا فهمتها كده، هي في عمليه بتعمل كده، لكن ايه وجه الاستفاده من كده؟ وجه الاستفاده، لا وجه الاستفاده جامد جدا، دي هتطلعنا لحاجه قدام صعبه جدا اسمها تعدد الاشكال. ده ليه بقى مفهوم كده اسمه بوليمورفيزم. المفهوم ده من مفاهيم الاوبجكت اورينتد المهمه جدا والدقيقه جدا، اللي هو ايه بقى؟ ان انت عندك اوبجكت واحد وكل شويه بتشغله بشكل. وصل ما وصلتش؟ ما انا عندي اوبجكت اسمه ايه؟ ممكن يقول بيساوي نيو ايه؟ فكده يبقى اشتغل تبع الكلاس ايه؟ وممكن كمان يقول بيساوي نيو بي، اشتغل تبع الكلاس بي، وممكن اعمل له كونفرت من حاجه احطه جواه فاشتغل حاجه ثالثه. ده مهم جدا. مهم جدا. يعني اقول لك بس كده ايه؟ اقول لك بس مفهوم بسيط جدا، مفهوم جميل جدا. على افتراض، بس مش عايز انط للحته دي بدري جدا، بس ممكن نفهمها كده كفهم يعني. على افتراض ان انت عامل ميثود، الميثود دي بتستقبل بارامتر. حد زعلان لغايه ما غلط اي حاجه؟ البارامتر ده نوعه ايه؟ البارامتر ده نوعه ايه؟ خلاص؟ وبينادي على ميثود ما، نادى على ميثود ما. فيها كده اي في الميثود دي فيها اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. انت هنا تقدر تبعت لها اوبجكت نوعه ايه؟ عادي ده الطبيعي. ممكن ابعت لها اوبجكت نوعه بي. وفي الحاله دي الميثود هتشتغل بشكل مختلف، لان ما اعرفش هنا بقى الميثود اللي بينادي عليها دوت موجوده في الاب وفي الابن، ولا موجوده في الاثنين مع بعض، ولا الاب مغير الابن مغيرها عن الاب. هتلاقي بقى الموضوع اختلف خالص، مع ان الكود بتاع الميثود هو بس ممكن يشتغل بطريقتين مختلفتين خالص، وهو ما غيرش. ده انت بتتكلم في حته يعني مهمه جدا، تحويل. ده غير ان احنا ساعات بنحتاج دي في حاجه ثانيه كداتا بيز بقى، مفهوم احسن واوضح واسرع. يعني اسرع دي بس اكثر صراحه صريحه ورسمي واضحه. ايه هو؟ لو على افتراض، ان احنا عندنا تريز او فرد تريز، بس مش عايز اقرب لكم الموضوع، ما اعرفش تريز قبل كده، بس حد ما اعرفش تريز؟ انا ما اعرفش اي تريز. ولو كده يعني مع الوقت تقريبا كده ان هي جداول وبتاع وكلام من ده، فاهمين دي يعني؟ لغايه ما نوصل لفرد الفرد ده انت تحت تريز او تريز. عندي جدول اسمه بيرسون، شايل اي دي والنيم. وده شايل اي دي والنيم بتوع كل الناس اللي موجوده عندي. خلاص؟ الشركه. وعندي تحت جدول تاني اسمه تيتشر، بسجل فيه بيانات التيتشر بقيه البيانات، وفي عندي هو الانفيدي الموظفين، وفي عندي دي عندي بتاعتي، حلو كده؟ فانا اوتوماتيك وانا بسجل بيانات التيتشر على الشاشه بتاعت التيتشر بتعامل مع الكلاس بتاع التيتشر اللي هو اوتوماتيك وارث من الكلاس بتاع الفيرس. في حد زعلان؟ انا عشان اعمل انسيرت كويس تريس، او عشان اعمل اضافه لجدول، او اعمل اضافه في جدول التيتشر، بسجل بيانات صح كده؟ لكن الاي يو ما يسجلوا فين؟ البيرسون. الاي يو ما عندي في البيرسون، اما باقي البيانات كلها في الايه؟ في التيتشر صح كده؟ يبقى التيتشر عندي ان هو شايل البيانات كلها على بعضها لانه وارث، يعني الكلاس اسمه تيتشر هيبقى وارث من الناس اسمه بيرسون، فانت تتعامل مع تيتشر اكنه في اي يو اكنه في ايمو اكنه في بيرس نتورك اكنه في كل على بعضه صح كده؟ كل على بعض، هو كلاس واحد شايل كله على بعض، لكن لما تيجي تجيب صب الكلام ده والتميز ممكن تكون محتاج لا تقول لا ده هنا في شويه بيانات مهمين عند ده، وفي شويه بيانات هتترمي عند مين؟ عند التاني. خلاص كده؟ فلاقي نفسي وقفت في مشكله، اعمل ايه بقى ساعتها؟ اقول لك بتعمل دي؟ ممكن تعمل كاست للتيتشر جوه مين؟ هو الفيرس الاصول. صح الفيرس اللي واخد قاطع مين؟ اللي هو يعرفه بس الاي دي والنيم. احنا كده جاهزين ان انا اضيف الايه؟ الفيرس. بقى عندي التيتشر اقدر اعمل له اضافه في كل بيت البيانات ايه؟ التاني. ده مثال بسيط جدا، لو لقيت التحول ده هيقسم لك شغل جدا. وصلوا؟ وصلوا؟
بس كده. طيب كلام جميل. دي كده بالنسبة للتحويل. كان في اي كلام؟ في كلام تاني هنا تحت ما قلناهوش. طبعا بالنسبة للامتحانات بيجي اسئلة زي دي. يقول لك الكراس اللي اسمه بي متنقصر بالبي والاي عندها كذا وكذا يبقى كده البي بيقدر يوصل للدو ايه ولا لا؟ فانت بتطلع تقول له لا طبعا لا يعني حاجات زي كده لعب يهال. لكن هنا بيتكلم على موضوع مهم جدا وبيقول لك المالتي انهيرتنس از نوت سبورتد ان السي شارب. بمعنى يعني ايه المالتي انهيرتنس؟ قال لك ان الكلاس كان انهيرت يقدر ينهيرت فروم اونلي وان اذر كلاس. يقدر يوصل من كلاس واحد تاني بس مفيش غير وان. عشان مفيش حاجه اسمها مالتي انهيرتنس اللي هي الوراثه المتعدده. خلاص؟ لو جافا زي السي شارب. حلو كده؟ طب وسي بلس بلس؟ لا لا. ليها وضعها الفاضي ده. ليها بتدعم بقى المالتي انهيرتنس وازاي كلاس يورث من اكتر من كلاس. طب وليه اتشالت؟ قال لك ان هي معقده جدا وفيها مشاكل. معقده جدا وفيها ايه؟ وفيها مشاكل، بمعنى ان انا ممكن اكون انا كلاس هم مفسرين ان هم قالوا لها مش مهمه خالص. وبعدوها لان هم عملوها بس عملوها بشكل مخالف. خلاص؟ هقول لك العيب بتاعها. انا اكون انا كلاس مثلا، الكلاس بتاعي في دو اي ودو بي. مين مش لوب؟ في كلاس ثاني. في دو اي دو سي ودول دي. خلاص كده؟ لما اجي انا اعمل كلاس جديد يورث من الاثنين مع بعض تبقى دي مشكله. عارفين ايه؟ دول ايه؟ هنا وهنا. طيب لما هو بقى في الوارث الجديد ده لما اجي اشتغل دول ايه؟ هشيل الدور بتاع اليمين ولا بتاع الشمال؟ هي مفيش حاجه تخليني افضل ده عن ده. لا بقى افترض انهم مش بس انت تربح كده ولا تربح كده وافترض ان انت عايز حاجتين من دول بس هنا وعايز حاجتين من هنا وعايز حاجه من هنا. طب هو عاملها كارثه وعدم ايه؟ عدم وضوح. هي ان هم بيتبعوا اسلوب المالتي انهيرتنس بشكل مختلف اللي هو الهيراركي اللي اتكلمنا اول خالص. الهيراركي اللي هو ايه؟ اللي هو البناء الايه؟ الهرم. عندنا كلاس وارث بيني. كلاس وارث بيني كده وارث كل حاجه في الارض صح؟ في كلاس جديد يورث من الايه؟ اللي كان وارث من الاولاني. كان عندي بس ايه وعندي بي وعندي سي. البي عندي بس ايه وبي وسي كل ايه وبي وسي كل اللغات. بي وارث من ايه؟ قد عنك. طب سي وارث من البي يبقى كلمه السي وارث من الايه؟ ودي بس بقى هنا في نظام. ايه النظام اللي اتحط بقى في الخلاف الثاني؟ النظام اللي اتحط هنا في الاوتوماتيك ان الاب ان الابن وارث من الاب عنده اسس للوراثه. فلو جه الثاني ورث من البي هياخد من خلاصه البي. هياخد من خلاصه الايه؟ البي بدون ايه؟ تعارض. هيكسر التعارضات كلها. بتبقى لك الهيراركي بتكسر كل الايه؟ التعارضات. يعني لو انا عندي في البي ورثت كل حاجه في الايه بس غيرت وجيت في السي ورثت من البي هاخد التغييرات اللي غيرها مين؟ البي. خلاص بدون عندي بدون ايه؟ بدون تعارض او بدون يعني ثم مشاكل في الوراثه نفسها. فهمت كده؟ فتلاقي اللغات اللي زي اللي هي الحديثه اللي زي جافا والسي شارب وكل اللغات الحديثه كلها انت تسيبك من موضوع الرابط الهيرت بس ده عشان مش واضح ان الهيرت كتير جدا بتوصلني لو انا عايز. وبدون مشكله بدون ايه؟ بدون مشكله والحاله دي هتبقى شكلي عامل مطل الهيرتنس بس انا مش عندي ان انا اقول ده وارث من كده وكده. ومن برضه الجديد بالذكر او باي ذا واي كده انت بتعرف ان انا قلنا ان في حاجه اسمها هيرتنس وفي حاجه اسمها هيرتنس بلس وفي حاجه اسمها امبلمنتال انترفيس. على فكره الانترفيس والناس اللي قلناها قلنا في خلصها اسمها انهيرتنس وخلاص صح كده؟ فخد بالك الخلاص انت بيورث من اكتر من الانترفيس او بمعنى ادق الكلاس بيقدر يمبلمنت من اكتر من طب واحد يقول لي طب الهيرتنس يقول لك عادي الاثنين كلهم عادي زي الهيرتنس بالظبط بس يبقى لنا تقول ايه؟ يعني لو الكلاس ايه؟ كولوم بيهرت من الكلاس بي و الانترفيس الوريه و كوما يعني كوما الانترفيس 20 انترفيس بس ما ينفعش يكون غير كلاس واحد في النص ما يقدرش ياخد اكتر من كلاس واحد ليه؟ في النص هو كده؟ بعد كده دخل على الانترفيس. الانترفيس هنتكلم عليها كتير وشغلها قليل. يعني كنت فاهمها كويس قوي لكن هي ايه؟
عباره عن كلاس فيه شويه مسجز فاضيين بس خلاص. لكن بتعمل ايه بقى وايه اهميتها والكلام ده كله. بيقول لي الانترفيس ار ديفايند يوزنج ذا انترفيس كيورد، يعني بدل ما بنكتب كلاس بابليك كلاس او مثلا كلاس واسمه، لا بتكتب بدل كلمه كلاس بتكتب كلمه ايه؟ انترفيس بس. يعني ممكن اجي كده مثلا في اي ملف عندي هنا، طبعا طبعا انا ما يهمنيش اي ملف ولا فين ولا بتاع، ولا لازم اجي من قائمه بروجكت واختار ايه ده اد كلاس ما تنفعش، فقول اد نيو ايتم وادور على كلمه انترفيس، فاهمين الفكره؟ ادور على كلمه انترفيس اه فكده ادوس انترفيس. بص اي ملف دوت سي اس، ما تشغلش بقى بالكلام الفاضي بتاع البرامج ده، ده اكل عيش خلاص. اي ملف دوت سي اس وبنكتب جواه الكود بتاع الكلاس او الكود بتاع الانترفيس او الكود بتاع ايه مش كده، او بالادوات المساعده هو مسهل لك هنا ماشي مفيش مشكله، لكن تبقى انت عارف ان اي ملف دوت سي اس ممكن تمسح اللي جواه، تكتب انترفيس تكتب كلاس تكتب اي حاجه مش عندك اي مشكله، بس المهم دوت سي اس اللي هي طبعا اختصار كلمه سي ايه؟ سي شارب. اهو انترفيس قال لي اسميها ايه؟ انترفيس واحد. قلت له لا اسميها مثلا دي بي انترفيس داتا بيز انترفيس، ضيفها يا عم. قام عمل لي شويه حاجات كده فوق اللي هي يوزنج اللي احنا لسه ما شرحناهاش، وعمل لي حاجه اسمها نيم سبيس قلت له برده ما اعرفهاش، امسح وامسح اللي هنا. انا ما اعرفش غير كلمه ايه؟ انترفيس وادي الداتا وادي الداتا، وسميناها احنا ايه؟ داتا بيز انترفيس. هعمل جوه شويه ميثود وليكن ميثود هقول بابليك فويد سميناها اد اضافه بس خلاص. ايه ده بس كده؟ اه بس كده ما تكتبش فيها تعمل ايه؟ هي اسمها اد كده وخلاص، بعد كده ان شاء الله اللي هيبقى يورث يبقى يكتب. خلاص؟ بابليك مثلا فويد ابديت بابليك فويد ديليت. كلام جميل جدا. ايه بقى الاستفاده؟ قال لك هي دي بس كده بس كده بس. خد بالك من حاجه، فاكرين الكلاس دايجرام اللي احنا خدناه؟ تعال نفتحه كده. ادي الاستيرنت صح؟ ممكن نشد هنا الانترفيس الداتا بيز انترفيس نخليها هنا برضه. طبعا عشان عملناه بالكود، احنا عملناه بالايه؟ كنا ممكن نيجي من التول بوكس واقوم دايس دبل كليك على الانترفيس ويقول لي اسمها ايه ونازلها لك. ماشي. على العموم انا ما زلت ان انا ممكن اقدر اقول اجيب من هنا حاجه اسمها ايه؟ انهيرتنس. خد بالك في الديليجيت اهو، في الابستراكت كلاس، في انترفيس، في كلاس، بس ما شفناش الانميريشن. الله، ده الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها موجوده هنا بس واحده واحده. خلاص الانهيرتنس بقول ده بيورث من الاخ ده. عمل لي علامه كده فوقيه دايره ومكتوب عليها دي بي انترفيس. خلاص وهلاقي اوتوماتيك نزل لي ميثود اسمها اد وميثود اسمها ابديت اسمها دي، ثلاثة ميثود اتضافوا على الكلاس اللي اسمه ايه؟ السيونت. صح؟ بيقول لك اكتبهم يلا اتفضل. لو دخلت كده جوه الكلاس دوس دبل كليك كده عليه كلاس اسمه سيرنت، قال لي في حاجه اسمها اد وسيادتك لسه ما كتبتش الكود، حاجه اسمها ابديت وسيادتك لسه ما كتبتش الكود، وفي حاجه اسمها ديليت وسيادتك لسه ما كتبتش الكود، وجهزهم لك وكتب لك الميثودز و100 100 ومستنيك تكتب الاكواد. خدتوا بالكم من اللقطه هنا؟ شفت خدتوا بالكم من فكرتها؟ طيب لو رجعنا كده تاني تعالى بقى نتكلم عن الانترفيس بقى من وجه الترتيبي بيتكلم عليها ازاي؟ بتقول لك دي بتديسكرايب ا جروب اوف ريليتد بيهيفيرز، بتوصف خلاص جروب مجموعه من الريليتد بيهيفيرز، يعني مجموعه من الميثودز المرتبطه ببعضيها زي ايه؟ زي الدي بي انترفيس. كان الاد والابديت والديليت دول ثلاث عمليات اصلا كلهم حاجه ايه؟ حاجه في اتجاه واحد صح ولا لا؟ حاجه في اتجاه ايه؟ اتجاه واحد. كان ممكن يبقى عندي انترفيس ثانيه للرسومات، او انا هرسم لو البرنامج بتاعي بيخص في الرسم كنت اعمل مجموعه من الايه؟ من الحاجات الخاصه بالرسم جوه، اكيد جوه انترفيس ثانيه، اكيد جوه انترفيس ايه؟ انترفيس ثانيه مختلفه يعني. طيب اوف ريليتد بيهيفير ذات كان بلونج تو اني كلاس، الميزه بتاعتها ان هي ممكن تتبع اكتر من كلاس او اي كلاس، زي الاد والابديت والديليت دول الثلاث حاجات عمين يقدروا يتبعوا اي ايه؟ اي كلاس. فاهمين فكرتها ولا مش فاهمين فكرتها؟ خلاص. طيب كان بي ميد اب اوف ميثودز، يعني ممكن تصنع من او تنشا من ميثودز، احط جواها ميثودز عادي، اقدر احط جواها بروبرتيز عادي مش اي مشكله، اقدر احط جواها ايفنتس عادي، ممكن احط حاجه اسمها جواها اندكسرز ما اتكلمناش عنها بيجي وقتنا نتكلم عليها، اور اني كومباينيشن اوف ذيس فور ممبرز تايب، او اي
خليط من الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول. طبعا هنركز فيهم دلوقتي على الميثودز والايه والبروبرتيز. مثلا هنركز فيهم على الميثودز والايه والبروبرتيز، لكن هو ممكن يقدر يسمع ميثودز بس بروبرتيز بس، ميثودز وبروبرتيز مش عارف ايه الى اخره. خلاص هو بيقول لك كده على الحاجات اللي ممكن الممبرز اللي ممكن تحط جوه مين جوه الانترفيس. نعم ايوه، ما هو طالما في بروبرتيز يبقى في فيلدز، وينفع بروبرتيز من غير فيلدز؟ طيب لا خد بالك من حاجه، هنا البروبرتيز بس تسميها، ما ينفعش الفيلد. اه كويس، خلينا ناخد بالنا من حاجه، الفيلد ده ما بنعرفوش جوه الانترفيس، كل خلاص تحت يعرف الفيلد بتاعه زي ما هو عايز. لكن انا بقول ان في بروبرتي اسمها مثلا ايه سبت وجيت طبعا لبيانات البيرث ديت. خلاص بقى يبقى كده اي حد يجي يورث لازم يحط البروبرتي اللي هي هتست جوه البيرث ديت والجيت من الايه بس كل واحد هيحطها بمزاجه. هعمل مثل مثلا بروبرتي اسمها ايج العمر. خلاص ايش دعوه كل واحد هينفذها بشكل، لكن في الاخر لازم يكون عندك حاجه اسمها ايج، تحطها جوه المتغير بقى اسمه ايج، تحطها جوه المتغير اسمه اكس، تحطها ماليش دعوه، انت عرف الفيلد بتاعك وعدي نفسك عليه. لكن الانترفيس بتقول ان في بروبرتي بس. اصل خد بالك من حاجه، احنا مثلا ما نسرحش، البروبرتي هنا بالنسبه لنا ايه؟ ما هو عنوان بس، لكن ما هواش ايه؟ مش مفيش اكواد جواه داخليه صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى الاكواد الداخليه عباره عن ايه اصلا؟ في الحاله الطبيعيه البنات عارفين، يبقى الفيلد ده يتكتب فين؟ جوه كلاس. طيب اهو ما خدناش بالنا اهو، اهو بيقول لي كان نوت كونتين فيلدز، ما بنكتبش جوه الانترنت الانترفيس متغيرات. والله الكلاس محتاج متغيرات تكتبها مش محتاج ما يكتبهاش، انت مالك؟ ممكن يكون مش عايز الكلاس ذات نفسه بيتعامل مع ملفات مع فايلز، مش هيسجل جوه متغيرات، بيتعامل مع داتابيز ومش او هيسجل على طول على الداتابيز، انت مالك؟ مش دعوه. هي بتقول لازم يكون في كذا وفي كذا وفي كذا، اما اديك انت الكلاس بقى عندي في التيم ورك بتاعي هتعمل فيه بروبرتي، تقدر تعمل متغير او هتشوف جوه ملفات او تشوف جوه داتابيز لشغلانتك، وده كذلك هيعمل شغلانته بطريقته، بس كل واحد فينا بيمشي طبقا للرؤيه الاساسيه، لكن انت برمجتها بسطرين، ده برمجها بثلاثه، ده برمجها ماليش دعوه. خلاص؟ طيب. ممبرز ار اوتوماتيكلي بابليك. بيقول لك كل الاعضاء اللي جوه او كل حاجه جوه الانترفيس طبيعي بابليك. ليه؟ لان هي اصلا معموله عشان حد يشتغل بيها. فلو فيها حاجه برايفت يبقى انت عايز تحط حاجه ما حدش يشتغل بيها. هي اصلا ما حدش بيشتغل بيها غير لما حد يتكلم معاها صح، او حد يتعامل معاها. لما هي تبقى حاجه واحده برايفت هتعمل ايه يعني؟ ما ينفعش. لكن تعمل عمليه ازاي لما هي ما فيهاش امبلمنتيشن؟ الكلاس ذات نفسه ينفع يكون في حاجات برايفت. ليه؟ لان ممكن ميسو الثانيه تبقى بتشتغل مع حاجات البرايفت عادي، تكتب اكواد بتشتغل مع حاجات البرايفت، لكن هي اصلا ما فيش تكتب اكواد. هتعمل امبلمنت اللي هتستخدم البرايفت ده في ايه؟ ملوش لازمه. يبقى تقول لك اجباري كله بابليك، اجباري كله ايه؟ بابليك. يقول لي اهو اكلاس كان انهيرت مور ذان وان انترفيس. الكلاس في طبيعته ممكن هو قال هنهيرت، هو ما قالهاش امبلمنت. خلاص؟ فانا بيقول لي كلاس ممكن انهيرت ايه من اكتر من ايه؟ من انترفيس. ايه؟ انا قلت هي امبلمنت، طالما مع انترفيس يبقى امبلمنت. لكن لو قال انترفيس مجازا ماشي، قال انهيرتنس مجازا ماشي. خلاص بيقول لي وين ا كلاس انهيرتس ان انترفيس. خد بالك بقى من اللقطه دي، لو كلاس ورث من انترفيس ات انهيرتس اونلي ذا ميثودز نيمز، ما بياخدش غير اسماء الميثودز اند سيجنتشرز. احنا قلنا سيجنتشرز اللي هو ايه؟ هي فويد ولا بترجع قيمه وفي بارامتر ولا لا، يعني بقيه التوصيف كده. خلاص because the interface itself، لان الانترفيس ذات نفسها contains no implementations. خد بالك لان اصلا هي طبيعتها اصلا ما فيهاش implementations، فانت هتورث بس منها العناوين الرئيسيه وانت اللي هتكتب الامبلمنتيشن بتاعك زي ما انت عايز، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. بس السؤال اللي بيفرض نفسه على الساحه واللي هيعمل لنا مشكله واللي ما حدش فيكم سال عليه مع اننا ناقشناه، لا مش اوفر لود خالص، انا قلت مشكله الوراثه المتعدده ايه؟ في الكلاس لو عندي حاجات هنا متشابهه هشتغل ازاي صح؟ طب ما احنا نفس المشكله ممكن تقابلنا في الانترفيس. اشمعنى مشوها هنا؟ ما مشوهاش هنا، ما انا يمكن عندي انترفيس فيها ميثود اسمها اد، وفي عندي ميثود ثانيه، في عندي انترفيس ثانيه فيها شويه حاجات ثانيه وفيها اد.
هنخش بقى واحد مثل اخدها اوريك. ممكن اعمل اد واحده للاثنين تنوب على الاثنين، وممكن اعمل اد لدي والاد بتاع دي وتبقى ساعتها اوفرلود، يبقى ساعتها اوفرلود. بس مش هي الكيس الواحده، لا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل واحده للاثنين، وممكن اعمل واحده لدي وواحده لدي وساعتها تبقى اوفر ايه، اوفرلود. خلاص الكارثة بقى لما تكون مرتين مستبقين واحدة للاثنين عليك نور كده. خلاص يبقى لو هما تطابقوا هنا في حاجة اسمها دو ايه والناحية التانية في حاجة اسمها دو ايه، ودي ما فيهاش بارامتر ودي ما فيهاش بارامتر ودي فويد ودي فويد وكل حاجة زي بعض، يبقى واحدة هتنفع الاثنين. ايوه هتعملها امبلمنتيشن واحدة وخلاص هي ماشية للاثنين لان هما الاثنين نفس النوع نفس الطابق. لكن لو نوعين بيانات مختلفين تعمل دي الواحد ودي الواحد هو يعتبرها ان انت عملت اوفرلود. خلاص كده بيديني اكزامبل. نعم هو عمل مثال هنا في السلايدز غير المثال اللي احنا عملناه، قال لي في انترفيس سماها اي كومباتبل. خلاص كده هو ده الداتا ودي النهايه ماشي جواها ميثود. الميثود دي بتريترن ايه؟ هي ما جابش بابليك، هي مجازا بابليك. خلاص اسمها كومبير تو، ما كومبيرتو يعني قارن بيه، وهتبعت لها هنا نوع، نوع اسمه ايه؟ واحنا عرفنا ان الاوبجكت ده بيشيل اي نوع، دي كارثه ثانيه. فهنا عايز اقول لك ان ايه، في انترفيس اسمها اي كومباريبل فيها ميثود اسمها قارن بيه، وهتبعت له اي حاجه هيقبلها. ومفترض بقى انت تكتب الاكواد ازاي بقى يقارنهم ببعض بقى ما اعرفش. خلاص جه في كلاس بابليك كلاس اسمه مش عارف ايه مينيفان بيورث من كار وكذا 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 واي كومبيربل. خلاص كده فكده بيقول لك ان بابليك انت كومبير تو اللي بتاخد اوبجكت سماه هنا اوبج، هنا ممكن تسميه اوبج واحد هنا تسميه اوبج اثنين، يعني اسم البرامتر في حد ذاته برده مش ثابت زي ما انت عايز. وهنا هتكتب الكود بتاع الايه اللي هيعمل كومبير بمزاجك يعني. طبعا ده المثال اللي احنا قلناه اوضح. خلاص المثال اللي احنا قلناه وضح العمليه. خلاص بقى هو بيقول لك ده كلاس، وهو هو عمل امبلمنت للديت وكده مضطر ان هو يحط الايه الميثود اللي كانت متعرفه فوق هنا، بس كانت تعرف السيجنتشر بتاعتها بس اللي هو الشكل العام بتاعها، لكنها تضطر انت تكتب انت هنا الايه الامبلمنتيشن كود. بس هو ما كتبش الامبلمنتيشن كود، قال لك ايا كان هو الكود ما يهمنيش دلوقتي، المهم تبقى عرفت هي بتتكتب ازاي. وكده هو يكون غطى الانترفيس وهيتكلم معانا على ابستراكت كلاس.